سعد سلامه من محافظه الاهليويه، 100 كنانه مركز طوخة الاهليويه، موظف بمركز شباب الرياضه. استاذ سعد، النهارده مصر بتخش مرحله حاسمه ومرحله تاريخيه في تاريخها. طبعا ان شاء الله. تعالى حضرتك على الكلام ده. ان شاء الله ربنا يوفق، وربنا يوفق من يصلح. احنا عايزين البلد تمشي بخير يعني، ان شاء الله بمشيئه الرحمن يعني، ده اللي احنا نقصده يعني، وده اللي انا نفسي فيه يعني، وامر اللي ان شاء الله. من وجهه نظر حضرتك التعديلات مرضيه النهارده؟ احنا لسه في بدايه الامر يعني، احنا لسه الساعه ان شاء الله بامر الله، ان شاء الله بامر الله حلو. وامر تتكلمي على الاقبال على اللجنه، هو ان شاء الله بامر الله الاقبال حلو يعني، انا شايف ان في حلو. احنا لسه الصبح بدري، بس لسه ان شاء الله بامر الله ربنا يسهل يعني، ان شاء الله بامر الله. حضرتك شايف الاستفتاء النهارده هيفرق على الاستفتاءات اللي فاتت؟ بامر الله طبعا، ده حاجه جديده وحاجه يعني ما حصلتش. انا ذات نفسي كراجل جاي وافد من بره البلد وجاي، انا مرتاح نفسيا للناس كلها، والناس متقابله والحمد لله رب العالمين يعني. الحمد لله، نشكر الله. الحمد لله، الحمد لله، شكرا جزيلا، شكرا جدا. اتعرف حضرتك. نعم، اتعرف حضرتك. سامي احمد العسال. مصر النهارده بتخش مرحله تاريخيه في تاريخها ومرحله حاسمه. تعالى حضرتك على الكلام ده. والله ده شيء يعني شيء كويس جدا، اول مره نحس ان الناس بتدي صوتها بحريه. نعم، طب هات البطاقه بتاع حضرتك. فحضرتك دلوقتي يعني ربنا يوفقنا للانتخابات جديده حره نزيهه، وان شاء الله الناس كلها بتدي صوتها بحريه كامله يعني. حضرتك شايف الاستفتاء ده هيبقى مختلف عن الاستفتاءات اللي فاتت في السنين؟ نعم، الاستفتاء ده هيبقى مختلف عن السنين اللي فاتت؟ اكيد 100%. وضح الفرق. نعم، الفرق ايه؟ الفرق ان كل واحد بيدي صوته بحريه مطلقه، مفيش حد بيحجر على اي حد. يعني النهارده الناس كلها يعني مفيش حد بمساعده طبعا الاشراف القضائي، كل شيء ماشي زي ما بيقول الكتاب. من وجهه نظر حضرتك التعديلات مرضيه؟ نعم، التعديلات مرضيه؟ من وجهه نظر حضرتك. تعديلات مهمة جدا يعني كويسة في الفترة دي عشان المركب تمشي، عشان البلد تشتغل وتستمر. ده وجهة نظري. تمام، بشكر حضرتك جدا. تحت امرك يا باشا، الف سلامة. تعرف حضرتك؟ نعم، اتعرف حضرتك. رضا ابو عظيم بيوم. استاذ رضا، مصر النهارده بتخش مرحلة تاريخية. نعم، تعالي حضرتك على الكلام ده. نعم، تعالي حضرتك على الكلام ده. والله ربنا يصلح الحال. احنا هنقول ايه؟ شايف الاستفتاء ده هيفرق عن الاستفتاءات اللي فاتت؟ ان شاء الله خير، ان شاء الله. طب يفرق. هيفرق على الاستفتاءات اللي فاتت؟ هيفرق زي ما سيادتك شايف كده، كل واحد بيخش يقول برايه عادي، ما فيش حد بيجبر حد على حاجه. ديمقراطيه اكتر. ان شاء الله. الاشراف القضائي فارق النهارده؟ فارق كتير، فارق كتير من الجماعه البلطجيه واللي كانوا بيقعدوا يزوروا. دلوقتي سيادتك شايف سياده المستشار واقف قلب اللجنه بنفسه، واحنا كلنا واقفين اهو زي ما انت شايف. من وجهه نظر حضرتك التعديلات مرضيه ولا؟ التعديلات مرضيه جدا. عن نفسي انا، عن رايي انا، مرضيه جدا. اتكلمنا عن الاقبال على اللجنه. نعم، الاقبال زي ما انت شايف يعني الحال على ما انت شايف اهو، الناس خارجين وداخلين كتير فعلا يعني. تمام. حضرتك ده نصير ده. عفوا، شكرا. اتعرف حضرتك؟ ايمان حليم. سامية، اول مره حضرتك تشارك في استفتاء النهارده؟ طب ليه مش شارك في المره اللي فاتت؟ لاني ما كنتش اعرف. حاسه ان في فرق بين الاستفتاء النهارده والاستفتاء في المره اللي فاتت؟ مش عايزين تغيير. مش عايزين تغيير؟ طب ليه؟ مش عارف. لا هو كده احسن، كده احسن. مش واحد جدا.